إذن تتواصل عمليات الإجلاء من مدينة بورت سودان، حيث تجمع العديد من الأجانب للخروج من السودان، وتم نقل نحو 2000 شخص من 16 جنسية مختلفة خارج البلاد حتى الآن. وتسارع الدول إلى إجلاء مواطنيها وسط خرق ميليشيا الدعم السريع للهدنة، حيث تشهد السودان اشتباكات بين الجيش والميليشيا منذ أكثر من أسبوع، ما أدى إلى دمار وخروج عدد من المستشفيات عن الخدمة وفرار الآلاف إلى مناطق بعيدة عن الاشتباكات. بينما تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، تتحرك الحكومات حول العالم سريعا لإجلاء رعاياها بشتى الطرق. معظم الدول حول العالم اضطرت لاستخدام طائرات نقل عسكرية في سباق مع الزمن لنقل مواطنيها، بما في ذلك فرنسا التي استخدمت قاعدتها الجوية في جيبوتي لإنشاء جسر جوي. من جانبها استخدمت قوات العمليات الخاصة الأمريكية مروحية لنقل نحو 70 دبلوماسيا من السفارة الأمريكية في العاصمة السودانية الخرطوم، فيما أشارت الحكومة الأمريكية إلى وجود 16,000 مواطن أمريكي في السودان بحاجة إلى تدبير أمورهم بأنفسهم، لأنه لن تكون هناك عمليات إجلاء جماعي. المملكة المتحدة أعلنت أيضاً إجلاء موظفين دبلوماسيين وعائلاتهم من السودان بمشاركة نحو 1200 جندي بريطاني في عملية عسكرية من القاعدة الجوية البريطانية في جزيرة قبرص، بينما أفاد وكيل وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط بوجود نحو 2000 مواطن بريطاني ما زالوا في السودان، مؤكداً وجود خطط مكثفة لتنظيم سلسلة من عمليات الإجلاء. بدورها نقلت 3 طائرات نقل عسكرية ألمانية أكثر من 300 شخص من السودان، نصفهم من جنسيات أوروبية مختلفة، بينما أجلت طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الإيطالية جواً نحو 200 شخص، كما قالت إسبانيا إنها أجلت أكثر من 170 شخصاً من العاصمة السودانية إلى جيبوتي. إذن تنضم إلينا الآن هالة غريط، المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية. أستاذة هالة، أهلاً وسهلاً بك معنا. إذن بدأت هذه الهدنة التي تمت برعاية أمريكية أو وساطة أمريكية ودخلت حيز التنفيذ منذ مساء أمس وستستمر لمدة 72 ساعة. بداية، كيف تقيمون هذه الهدنة؟ ودعينا ننوه أنها الهدنة الرابعة منذ بداية هذه الاشتباكات. أولاً شكراً جزيلاً على الاستضافة. نتمنى أنه هذه الهدنة ستكون هدنة دائمة، ستكون هدنة حقيقية، وأنه بعد هذه الهدنة سيكون وقف إطلاق النار يعني دائم ولازم، لازم وقف النار دائم الآن، لأن الشعب السوداني يعاني من المعارك، يعاني من العنف، والآن لازم الرجوع إلى طاولة مفاوضات. الوزير بلينكين تحدث أمس إنه القوات الدعم السريع والجيش السوداني قالوا إنه سيحترموا هدنة منذ 72 ساعة، ولكن لازم بعد هذا الوقت إنه الجهتين يرجعوا إلى طاولة المفاوضات. وكما قلت إنه الولايات المتحدة تحاول تلعب دور كوسيط، دور وساطة، لأن لازم كل الجهات المعنية من العسكر وكذلك الجهات المدنية داخل البلد يرجعوا إلى طاولة المفاوضات. طيب، قبل التحدث عن ما بعد مرحلة الهدنة أستاذة هالة، دعينا نتحدث بداية عن هذه المرحلة وهذا الوقت الراهن. وأنا أسألك في البداية عن تقييمكم لهذه الهدنة الرابعة التي ستستمر لمدة 72 ساعة. ما تقييمكم في ظل أن هذه الهدنة أيضا منذ بدايتها تم الخروج بتصريحات أن تم اختراقها وتبادل الاتهامات من كلا الجانبين، كيف تتعاملون مع هذا الاختراق لجميع الهدن، سواء الهدنة الموجودة حاليا أو التي كانت موجودة سابقا؟
صحيح انه مع الاسف خلال كل من بدايه المعارك حاولنا، وليس فقط الولايات المتحده، يعني كثير من البلدان في المجتمع المدني يقولوا للجهتين لازم هدنه، لازم وقف اطلاق النار. الجهتين يقولوا انه سيحترموا الهدنه، ولكن نسمع ونشوف على شاشاتنا انه هناك معارك خلال هذه الهدنة. نتمنى أنه سمع كثير من التقرير داخل السودان أنه في بعض الأماكن داخل البلد فعلاً وقف العنف، ونتمنى أنه هذا سيكون في كل البلد، ليس فقط في بعض الأماكن ولكن في كل البلد، وأنه هذه الهدنة ستكون كما قلنا دائمة ومستمرة لنواصل لمحادثات لمفاوضات، لأن هذا مفاوضات الحل الوحيد الآن بالنسبة للشعب السوداني واستقرار البلد. طب وبخصوص هذه الهدنة الدائمة، أنت ذكرت في بداية حديثك أننا نتمنى أن تكون هذه الهدنة ليست هدنة مؤقتة ولكن هدنة دائمة، وهذا ما يتمناه الجميع بالتأكيد، ولكن هل الأوضاع الحالية تنذر أو توحي بأن هذه الهدنة يمكن أن تتحول إلى هدنة دائمة؟ نتمنى ذلك، يعني لا يمكنني أشوف يعني المستقبل، ولكن بالنسبة للحكومة الأمريكية بالتأكيد إنه نحن ملتزمين بالشدة للشعب السوداني. يعني الوزير بلينكن يتحدث مع الجنرال برهان وجنرال دوغالو تقريبا يوميا، ونعمل تنسيق كذلك مع كثير من البلدان من الاتحاد الأفريقي، من الاتحاد الأوروبي، من جامعة الدول العربية، وكذلك في الخليج يعني مع الإمارات، مع السعودية، لأن هذا كما قلنا يعني هذا الحل الوحيد. المعارك إذا المعارك يستمر، هذا تهديد للشعب السوداني، لاستقرار السودان والمنطقة كلها، وليس حل ثاني. يعني لازم الرجوع إلى طاولة المفاوضات. الولايات المتحدة نحن نعمل كل في جهودنا، ولكن في نهاية المطاف يعني لازم حل سوداني في هذه المعركة. طيب في هذه طيب المعارك. في ظل هذا التنسيق الذي تتحدثين عنه، هذا التنسيق المستمر والاتصالات المستمرة يوميا تقريبا كما تتحدثين مع أنتوني أو بين أنتوني بلينكن وكلا الطرفين طرفي الأزمة، هل بدأ أي استعداد من كلا الطرفين سواء من حميتي أو من الفريق البرهان بأنهما مستعدان لوجود تفاوض كما تتحدثين أو وجود حوار مرة أخرى، أم هذا أمر مستبعد؟ كما سمعنا من الوزير بلينكن أمس أنه كان في هم ملتزمين بكلام بالهدنة وبرجوع إلى طاولة المفاوضات. سمعنا من وزير بلينكن أن الولايات المتحدة ستساعد بإنشاء لجنة، وهذه اللجنة ستكون دولية وسودانية وكذلك مع جهات مدنية سودانية، يعني ونتمنى أنه كل الأطراف المعنية سيكونوا داخل هذه اللجنة للرجوع إلى المفاوضات. ولكن كما قلت انه لازم اراده من الجهات السودانيين، وبالنسبه للولايات المتحده نحن نعمل بالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا كل الضغط والطريق الدبلوماسي لنواصل لهذا الهدف. انتقل معك الى شق اخر، وهو ان في بدايه هذه الازمه ربما خرجت التصريحات من الاداره الامريكيه بانه ليس هناك اي خطه لاخلاء السفاره الامريكيه او اجلاء الرعايه او حتى عوده الدبلوماسيين الامريكيين وما الى ذلك، ولكن كما تعلمين اليومين الماضيين شهدا الكثير من عمليات الاجلاء وما الى ذلك. ما الذي بدا واضحا في الرؤيه الامريكيه للمسارعه في عمليه الاجلاء؟ وفي بدايه المعارك يعني ليس كان هناك امال انه العنف كان سينتهى بوقت فوري، لان قبل ما بداوا المعارك يعني الولايات المتحده كانت تشتغل داخل السودان منذ شهور لمفاوضات، والمفاوضات كان عندهم تقدم وكانوا ايجابيا كثير، وكثير من الاشياء كان يعني كان هناك تقدم، ولكن بعد يوم ورا يوم ويعني والمعارك كان يستمروا
الوزارات الخارجية أخذت القرار أنه الوضع خطير جدا بالنسبة للدبلوماسيين الأمريكيين، وليس فقط نحن، يعني كثير من البلدان مع الأسف أخذوا نفس القرار أنه لازم إجلاء الدبلوماسيين. ولكن كما قال الوزير بلينكين كذلك أنه نتمنى رجوع الدبلوماسيين الأمريكيين بوقت سريع، ولكن قبل ما هذا يحصل لازم وقف إطلاق النار دائم ورجوع إلى طاولة المفاوضات بالنسبة للولايات المتحدة. إذن تقديرات الولايات المتحدة الأمريكية أو تقديرات الإدارة الأمريكية تغيرت إلى حد كبير، فتم اتخاذ هذه الخطوة كما تقولين أستاذة هالة. ما تقدير الإدارة الأمريكية للمشهد الراهن؟ يعني كما قلت بالنسبة للولايات المتحدة نحن ملتزمين بالشدة للشعب السوداني، يعني من قبل هذه المعارك منذ السنة اللي فاتت، يعني نحن دعمنا الشعب السوداني بأكثر من 150 مليون دولار. نحن دعمنا أكثر بلد مدعوما للشعب السوداني، وسنستمر بتعاون للشعب السوداني بالطريقة الدبلوماسية، ونتمنى أنه الجهات السودانية كذلك سيحترموا هذا ويفكروا على شعبهم، على مستقبل الشعب. يعني الآن نعرف ونسمع التقرير أنه ليس هناك أكل كافي، ليس هناك مية نظيفة والدواء. سأتطرق معك إلى الأوضاع الإنسانية أستاذة هالة، ولكن ربما أظل في هذه النقطة الدبلوماسية. بعد عودة ربما الدبلوماسيين الأمريكيين من الخرطوم ومن هم موجودون في السفارة الأمريكية وما إلى ذلك، كيف سيتم تنسيق العمل الدبلوماسي الآن والمهام التي كانت تقوم بها السفارة؟ يعني لا يمكن أن يستبق أي قرار. الآن نحن مركزين الآن على الوضع الحالي، والوضع الحالي أنه ما زال هناك معارك. نتمنى أنه هذه الهدنة ستستمر، نتمنى أنه وقف إطلاق النار سيكون دائم. ونحن يعني ليس هناك داخل السودان الآن، ولكن شغلنا الدبلوماسي يستمر كما قلنا وكما كذلك من بيت الأبيض أمس. طيب. الولايات المتحدة ما زال تشتغل وما زال ملتزمة بالملف السوداني وسنستمر بهذا. أعود معك مرة أخرى إلى الملف الإنساني والوضع الإنساني. نعلم أن الوضع الإنساني في السودان سيء للغاية، وربما قبل بداية هذه الاشتباكات كان به الكثير من الصعوبات. من يدفع ثمن ما يحدث الآن هو الشعب السوداني بكل تأكيد. ما الجهود التي تقومون بها الآن لمحاولة ربما التخفيف من وطأة المعاناة؟ صحيح، ماذا قلتي صحيح. يعني قبل هذه المعارك أكثر من 6 مليون سودانيين كان يحتاجون الدعم الإنساني، وهذا كان قبل العنف. وكما قلت أن الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني، و يعني تقريبا أمس أو قبل أمس المديرة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID سامانثا باور أعلنت أن الولايات المتحدة ستدعم، ليس ستدعم ولكن سترسل فريق استجابة للكوارث، سيكونوا مقيمين في كينيا لأن الوضع داخل السودان خطير للغاية، ولكن سيكونوا مقيمين في كينيا لتنسيق مع كل الشركاء داخل السودان ولمساعدة الشعب السوداني داخل السودان وفي كل الأماكن المجاورة. والولايات المتحدة ستستمر بهذا النوع من المساعدة الإنسانية، وستبحث كيف ممكن يعني نلعب دور إيجابي بالنسبة للوضع الإنساني. ولكن قبل يعني المساعدات الإنسانية ممكن تدخل إلى البلد لازم وقف إطلاق النار. رأينا مع الأسف أنه 3 موظفين من البرنامج العالمي للغذاء فقدوا حياتهم بسبب هذا العنف، وبسبب هذا يعني كثير من الموظفين من المنظمات غير حكومية، منظمات إنسانية كانوا لازم يخرجوا من البلد، وهذا يزيد في معاناة الشعب السوداني. لذلك نحن مستمرين في نتأكد أنه لازم وقف إطلاق النار تماما ودائم لرجوع إلى مفاوضات. لذلك كلنا الولايات المتحدة بتنسيق مع حلفائنا
هنا ممكن نساعده وندعمه الشعب السوداني. هذه الهدنة الرابعة كما تعلمين كان يعني قبل هذه الهدنة العديد من الهدن، هل رصدتم أن أثناء هذه الهدن سواء القائمة الآن أو الهدن السابقة كان هناك ربما أمور تسير بشكل أفضل بكثير في فكرة إيصال المساعدات وما إلى ذلك، ويعني محاولة حلحلة الوضع الإنساني؟ يعني لمواصلة مساعدات إنسانية لازم هدوء في البلد. كما قلنا إنه كثير من البرنامج الأمم المتحدة كان لازم يخرجوا من البلد بعد القتال لموظفين من برنامج غذائي العالم. لا يمكننا أن نساعد الشعب السوداني بشكل كبير وبشكل دائم إذا في خطر داخل البلد. يعني هذا صعب جدا بالنسبة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، ولكن ممكن نأكد أنه عندنا تنسيق مع منظمات غير حكومية داخل السودان من وقت طويل، من الـ USAID كما قلت، وما زال هناك برنامج بالنسبة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مستمرين داخل البلد الآن مع شركاؤنا داخل البلد. ولكن كما هنا الوضع صعب، لازم وقف إطلاق النار دائم، لأن كثير من المساعدات لازم الآن، المية نظيفة، المساعدات الغذائية الطبية، وكذلك يعني مساعدات للبنية التحتية، يعني كثير بسبب هذه المعارك. ولكن كما قلنا إنه الولايات المتحدة ملتزمة بالشعب السوداني وسنستمر بهذا. طيب أستاذة هلا، أعيد وأؤكد معك على هذه النقطة، كما تتحدثين وكما تقولين أن الإدارة الأمريكية ترى أن الحل الأمثل هو الحوار والتفاوض والعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، وهذا ما يسعى إليه ربما أنتوني بلينكن خلال المحاولات السابقة. هل من خيار آخر، هل من سيناريو آخر ربما أمام الإدارة الأمريكية موجود الآن إذا لم ربما يلتزم أو لم يوافق أي طرف من الطرفين على العودة لهذا الحوار؟ بالنسبة للولايات المتحدة هذا الحل الوحيد الآن. يعني العنف والمعارك ليس الحل، هذا تهديد للسودان، للشعب السوداني، للمنطقة كلها، وكل جهودنا الآن مركزين على وقف إطلاق النار دائم، على رجوع إلى طاولة المفاوضات، لأن هذا ما يريد الشعب السوداني ليس الولايات المتحدة. يعني صوت السودانيين واضح، وهم يريدون حكومة مدنية، حكومة ديمقراطية، والولايات المتحدة لذلك تدعم هذا وتدعم رجوع إلى طاولة المفاوضات مع كل الجهات المعنية لنشوف حل لهذه الأزمة. وضحت الصورة. شكرا جزيلا لك هالة غريط، المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وأيضا هذه التفاصيل. وفي إطار الجهود الدولية لإجلاء الرعايا الأجانب من السودان، أكد وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي أنه تم إجراء اتصالات مكثفة للعمل على إجلاء الرعايا البريطانيين من السودان. كما أشار كليفرلي إلى أن بريطانيا ستواصل الضغط من أجل وقف إطلاق النار. أجرينا اتصالات مختلفة للعمل على إجلاء الرعايا البريطانيين ومن جنسيات أخرى من السودان، وسنواصل الضغط من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار. ومن المهم أن نؤكد أن الوضع هناك ما زال خطيرا ومتقلبا ولا يمكن التنبؤ به. أكد السفير السويسري في السودان كريستيان وانتر أن عملية الإخلاء كانت صعبة بسبب تواصل الاشتباكات أثناء الإخلاء، كما أضاف وانتر أنه واجه أيضا صعوبات كبيرة في العودة إلى الوطن. سمعنا طلقات نارية وحتى طائرات مقاتلات ميج تقصف أحياء معينة قريبة جدا من المكان الذي كنا نسير فيه. كنت في نزهة مع زوجتي خارج الخرطوم، سمعت إطلاق نار وفكرت أنه نوع من الحوادث التي تحدث أحيانا. بعد 15 دقيقة بدأت مرة أخرى، وبدأت سحب سوداء من الدخان تتصاعد في السماء. واجهنا صعوبات كبيرة في العودة إلى الوطن.
كان الإخلاء محاولة صعبة إلى حد ما لأن القتال استمر أثناء الإخلاء أيضا. بالتأكيد شعرت بالارتياح عندما وصلنا إلى جيبوتي. أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن أحد الجنود الفرنسيين المشاركين في عمليات الإجلاء تعرض لإصابة جراء إطلاق نار، إلى أن حياته لم تعد في خطر. كما قال ماكرون خلال ترأسه مجلس الدفاع بقصر الإليزي إن فرنسا أجلت 538 شخصا من بينهم 209 فرنسيين من السودان، حيث يدور الاشتباكات أو تدور الاشتباكات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع. تمكنا من حشد كافة الخدمات لضمان أمن عودة رعايانا في السودان. حشدنا جنودنا وضباطنا القنصليين والدبلوماسيين وقوات الأمن الداخلي، وقاموا بعمل استثنائي في ظل ظروف بالغة الصعوبة في الأيام الماضية من أجل إجلاء الفرنسيين والجنسيات الأجنبية الراغبين بمغادرة السودان. وهذه العملية كما قلت لم تنتهي فقط بإنقاذ الفرنسيين، ولكن أيضا الكثير من مواطني الدول الشريكة ولا سيما الأفارقة الذين طلبوا مساعدتنا، حيث بلغ العدد الإجمالي 538 فردا منهم 209 فرنسيين، وهذا شرف فرنسا وأنا ممتن لذلك. وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اكتمال إجلاء جميع المواطنين اليابانيين الذين أبدوا رغبة في مغادرة السودان، وذلك ضمن عمليات الإجلاء الدولية المكثفة التي تتم حاليا. كما أوضح رئيس الوزراء الياباني أن عدد المغادرين قد بلغ 53 شخصا منهم 45 شخصا غادروا على متن طائرة عسكرية يابانية، بينما غادر 8 آخرون بمساعدة فرنسا والصليب الأحمر الدولي وجهات أخرى. بعد أن قامت طائرات قوات الدفاع بإجلاء 45 شخصا الليلة الماضية، تلقينا في وقت سابق اليوم تقريرا يفيد بأن 8 يابانيين مقيمين في السودان بمن فيهم مسؤولون بالسفارة وعائلاتهم قد غادروا قاعدة وادي صدمة الجوية التي تقع شمال العاصمة الخرطوم بالتعاون مع فرنسا. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الصينية إجلاء معظم مواطنيها بسلام في مجموعات إلى الموانئ الحدودية بالدول المجاورة للسودان. وأكدت الخارجية الصينية أنها لم تتلقى أي تقارير عن سقوط ضحايا صينيين بالسودان حتى الآن. ما يمكنني قوله هو أن معظم المواطنين الصينيين في السودان تم إجلاؤهم في مجموعات إلى الموانئ الحدودية للسودان أو الدول المجاورة. أما الموجودون هناك فسنقوم بالترتيبات المناسبة لنقلهم وفقا لرغبتهم، ونحن حتى الآن لم نتلقى أي تقارير عن وقوع إصابات بين المواطنين الصينيين الموجودين بالسودان. أيضا أعلنت كينيا قيامها بإجلاء 39 كينيا وسعوديا وصوماليا من السودان مع تزايد حدة المواجهات هناك. كما أكدت كينيا أنها سوف تواصل عمليات الإجلاء خلال الفترة الحالية بأكبر قدر ممكن. مع تزايد حدة المواجهات في السودان، كان لطلاب جامعة أفريقيا الدولية في الخرطوم نصيب من المعاناة مثل غيرهم من المتواجدين بالعاصمة في انتظار إجراءات الإجلاء. كينيا من الدول التي أعلنت إجلاء مواطنيها وبعض مواطني الدول الصديقة، مؤكدة نجاحها في إجلاء 39 كينيا وسعوديا وصوماليا. جميع الذين تم إجلاؤهم طلاب يدرسون في جامعة إفريقيا الدولية بالخرطوم، وهم 19 كينيا وعشرون من الولايات المتحالفة معنا وأصدقائنا. حالات الارتياح بدت بشكل واضح على العائدين من كينيا على متن طائرة عسكرية خاصة بعد نجاتهم من الموت على حد وصفهم. كنا نائمين كما لو كنا مستلقين على الأرض، نصلي ونبقى إيجابيين. نعم، كان لدي شعور قوي بأنني يجب أن أبقى إيجابية مركزة للغاية، وقبل كل شيء أن أتحمل أي مخاطرة لإخراجي من هناك. رغم استمرار عمليات الإجلاء التي تقوم بها العديد من الدول لرعاياها، تتضاعف معاناة الطلاب والدارسين الأجانب في العاصمة السودانية في ظل تصاعد التوترات وانتقالها شيئاً فشيئاً إلى مناطق المدنيين.
أعلن الكرملين أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن إجلاء المواطنين الروس من السودان. كما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دمتري بيسكوف أن الموظفين الروس يراقبون الوضع في السودان بعناية شديدة وهم على اتصال دائم بموسكو. كما أضاف بيسكوف أن هناك اتصالات ومشاورات على مدار الساعة وبشكل مستمر، ويتم النظر في إمكانيات مختلفة بشأن المواطنين الروس في السودان، مشددا على أن الكرملين لم يتخذ أي قرار بعد بشأن إجلاء هؤلاء المواطنين. الآن ننتقل إلى زميلي إيمان الحويزي وهمام مجاهد، وهم متواجدين الآن في مطار شرق القاهرة في استقبال المصريين العائدين من السودان في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لضمان سلامة المواطنين المصريين. همام وإيمان أهلا بكما معنا. يعني لليوم الثاني تستمر هذه العملية، عملية ربما إجلاء المواطنين المصريين ووصولهم من السودان، ما التفاصيل لديكم؟ بداية الآن نحن متواجدون في قاعدة شرق القاهرة الجوية بالفعل، وهذا اليوم الثاني الذي يتم فيه استقبال المصريين عبر هذه الطائرات العسكرية. يعني هي لحظات قليلة تقريبا الطائرتان الآن يعني في دخولهما إلى أرض القاعدة، وتقل العشرات، كل طائرة تقل العشرات من المواطنين والرعاية المصريين من السودان من عدة أماكن ونقاط التقاط هناك في السودان، ونحن في انتظار دخول الطائرة الآن هنا، وسنواصل معكم طبعا صحيح. هذه الصورة صحيح. دقائق قليلة إذن آية ومشاهدي الأعزاء، وتصل طائرتان عسكريتان إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية قادمة من قواعد ومطارات عسكرية في السودان. هما في الحقيقة قاعدتان عسكريتان في السودان، قاعدة بور السودان العسكرية وأيضا قاعدة دنقلة في شمال السودان. على كل الأحوال هي ثوان قليلة وتكون هاتان الطائرتان من خلفي في ربما ثاني أيام الرحلات الجوية أو المسارات الجوية التي ربما أقرتها السلطات المصرية لعودة وإعادة الجاليات المصرية أو الجالية المصرية الموجودة هناك في السودان. نعم، كنا قد تواصلنا معكم بالأمس وهذه الطائرات يعني بها مواطنين مصريين. يبدو إيمان من الطائرة من خلفي، من خلفنا الآن الطائرة الآن تدخل نعم. إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية، وهي تقل عشرات المواطنين المصريين من هناك من جميع الفئات آية ومن جميع الأعمار، يعني كبار في السن وسيدات وأطفال أيضا عائدين من السودان من عدة أماكن طبعا تشهد معارك واشتباكات. كان هناك طبعا الكثير من التنسيق ما بين الجهات المختلفة. يعني يبدو آية أنك تلاحظين الصورة الآن على شاشة القاهرة الإخبارية، صورة الطائرتين العسكريتين التي تقل المصريين العائدين من السودان. عدد الركاب أو عدد أعضاء أو من على هاتين الطائرتين يقترب ربما من 200 راكب، سواء المصريين أو حتى هناك بعض السودانيين الذين يستقلون إحدى هاتين الطائرتين في انتظار نزولهم وعودتهم إلى هنا إلى مطار أو قاعدة شرق القاهرة العسكرية. كثيرة هي الخدمات المقدمة من قبل أجهزة الدولة، سواء القوات المسلحة المصرية التي عملت على مدار الساعة لإرسال هاتين الطائرتين وطائرات أخرى وربما آليات أخرى سوف تنتهجها وتتبناها وتقرها الدولة المصرية لعودة الجالية المصرية الموجودة هناك في السودان لمن يرغب في العودة مرة أخرى إلى البلاد إلى داخل مصر. هذه المسار أو المسار الجوي هو واحد من هذه المسارات. شاهدنا بالأمس طائرتين عسكريتين أيضا حملت ربما العشرات من المصريين، الآن هاتين الطائرتين تحملان 186 راكبا من بينهم أيضا سودانيون قادمين إلى هنا إلى مصر، لديهم من التأشيرات المصرية ما يسمح لهم إلى دخول البلاد والعودة أو اللجوء إلى مصر في هذه الأيام، بينما تعاني
السودان أوضاع أمنية وعسكرية غاية في الصعوبة والخطورة. أيضا يعني هناك الأهالي لهؤلاء المواطنين المصريين في انتظارهم خارج مطار شرق القاهرة الجوي. كنا نحن قبل دخول المطار رصدنا أهالي هؤلاء المواطنين ينتظرونهم، ينتظرون عودتهم إلى أرض الوطن. هناك أيضا فرق طبية تنتظرهم، ومن المفترض أن هذه الطائرات كان عليها أصلا قبل الإقلاع من القاهرة إلى السودان عدد من الفرق الطبية أيضا للاطمئنان على سلامتهم وأيضا للاطمئنان على صحتهم، وإذا كان بإمكانهم الركوب لهذه الطائرة لأنها طائرة عسكرية. لذلك أيضا رصدنا عدد كبير من الفرق الطبية الذين ينتظرون المواطنين المصريين للاطمئنان على صحتهم. هناك أيضا خدمات كثيرة تقدم لهم سواء كان هنا في قاعدة شرق القاهرة أو حتى في قبل إقلاعهم أو قبل ذهابهم من المناطق أو القواعد الرئيسية والنقاط الرئيسية في السودان سواء من دنقلة أو من بورت سودان. صحيح، الخدمات الطبية المقدمة من قبل القوات المسلحة المصرية على متن هذه الطائرة، الطائرات التي تقلع وتغادر من القاهرة إلى السودان، تقلع وبرفقتها عدد من الفرق الطبية التابعة للقوات المسلحة المصرية، تقوم بالكشف النفسي حتى على الركاب قبل مغادرتهم إلى أو من السودان وصولا إلى هنا إلى القاهرة. عند وصولهم حتى إلى القاهرة يتم استقبالهم كما سنرى بعد دقائق قليلة بالورود وبالحلوى وحتى الهدايا التذكارية من قبل القوات المسلحة المصرية. هناك كما تعلمين إيمان، وربما أدعنا هذه الأخبار على مدار الساعة منذ اليوم الأول قبل 11 يوما من ما يحدث هناك في السودان، أن الدولة المصرية قامت وأجهزة الدولة المصرية قامت بتشكيل لجنة معنية لمتابعة أوضاع الجالية المصرية الموجودة في السودان. تتكون هذه اللجنة من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وأيضا وزارة الداخلية بالإضافة إلى جهاز المخابرات العامة والرئيس عبد الفتاح السيسي متابعا كف ودقيقة بدقيقة لحظة بلحظة كل التطورات المتعلقة بإجلاء وإخلاء الجالية المصرية الموجودة هناك في السودان، لا سيما الطلاب وأيضا من جميع الفئات، لكن أعني الطلاب لأن الطلاب هم بمفردهم هناك في السودان في ظل هذه الأزمة. الجدير بالذكر أيضا أنه منذ الأمس ونحن نغطي عودة المصريين عبر هذه الطائرات أنه كان هناك في حالة من الاطمئنان السعادة لعودتهم مرة أخرى. أجرينا عدة لقاءات بالأمس مع عدد من المواطنين العائدين من السودان وكانوا يعبرون عن سعادتهم وشكرهم للجهات المصرية للتنسيق لعودتهم بأمان نظرا لطبعا خطورة الوضع في السودان. أيضا أمر آخر مهم هو متعلق بأنه الكثير منهم كان يرى أنه هناك دول لم تستطع إجلاء رعاياها أو انتظرت حتى هدوء الأوضاع، لذلك هم كانوا يعني يعيشون الخوف، ولكن بالتنسيق مع كل الأجهزة الأمنية تمت بالفعل عودتهم إلى أرض الوطن. لذلك رصدنا هذه الاستجابة أو هذا الشعور بالأمس وبالتأكيد سنرصده اليوم أيضا مع نزول ركاب هذه الطائرات أيضا اليوم. لا شك سيكون معنا عدد من اللقاءات بعد دقائق قليلة مع بعض المواطنين، بعض من أبناء الجالية المصرية الذين عادوا للتو إلى مطار شرق القاهرة العسكري حول الأوضاع في السودان، حول ما قامت به البعثات المصرية الموجودة هناك من وزارة الخارجية، من عدد أيضا من أجهزة الدولة الموجودة حاليا في السودان تحاول إخلاء وإجلاء الجالية المصرية المتواجدة هناك. نتابع في هذه اللحظات بعض ركاب الطائرتين ينزلون في هذه الأثناء من سلم الطائرة في اتجاه إنهاء أوراقهم وأيضا إنهاء جوازات سفرهم في تسهيل أو تقوم السلطات هنا في مطار شرق القاهرة العسكري بتسهيل إنهاء معاملاتهم وأيضا جوازات سفرهم، وأيضا قامت القوات المسلحة بتسيير عدد من الرحلات خارج هذا المطار لإيصالهم إلى منازلهم أو حتى إلى أقرب نقطة إلى منازلهم، بالإضافة إلى الأسر والعائلات المصرية الواقفة والتي تنتظر بالقرب من هذا المطار. وتبدو همام كل يعني علامات السعادة والطمأنينة تلاحظون في هذه الصورة آية. تبدو علامات السعادة والطمأنينة واضحة بشكل كبير. الفئات مختلفة، هناك أطفال، هناك سيدات، هناك رجال، هناك أيضا طلاب، وربما في هذه الصورة هناك العديد من الطلاب أو عشرات الطلاب الذين كانوا يستقلون إحدى هاتين الطائرتين، هم الآن ينزلون إلى مطار القاهرة، ينزلون إلى بلدهم بكل ترحاب وبكل أمان بعدما ربما لاقوا الأمرين في جراء هذه الحرب المستعرة والمحتدمة في السودان. آية يعني طبعا علامات الاطمئنان والسعادة كما ذكرتي الآن
هي موجودة بالفعل على المواطنين المصريين العائدين، لكن أيضا هناك شيء ملفت وهو بأنه هؤلاء المواطنون من مختلف الأعمار، من مختلف الفئات. يعني هناك طلبة مصريون في السودان هم أيضا عادوا، وكان هناك اهتمام بالغ بأوضاع الطلبة السودانيين هناك منذ بداية الأزمة. هناك كبار سن، هناك أطفال، هناك أسر بأكملها عدد من السودان. طبعا هذا كان يتطلب تنسيقا كبيرا جدا من كل الجهات المعنية وكل الجهات الأمنية، وهذا ما تم بالفعل من خلال تشكيل خلية إدارة الأزمة التي تبعت أوضاعهم بمجرد نشوب الصراع في السودان. وإليك آية الآن وأتركك مع الصورة قليلا. الصورة تتحدث عن نفسها، ربما إيمان وهمام، يعني يبدو علامات السعادة والطمأنينة واضحة بشكل كبير منذ ربما قدوم المواطنين ونزولهم إلى مطار شرق القاهرة، وتبدو ربما من هذه اللقطات يعني هذه المشاعر التي نتحدث عنها. نعم نعم، يعني ما زلنا مع حضراتكم في رصد هذه اللقطات الحية وهذه الصور الآن لوصول المواطنين المصريين القادمين من السودان، وصولهم إلى قاعدة شرق أو مطار شرق ربما القاهرة. ونحن كان معنا إيمان وهمام من هناك، كانوا يتحدثون عن الصورة، وكانت ربما أو وصلت الطائرتان العسكريتان اللتان كانت تقلان المواطنين المصريين العائدين من السودان، والصورة معبرة مع حضراتكم الآن ولحظة وصول المواطنين المصريين، وربما تبدو علامات الطمأنينة واضحة بشكل كبير على وجوههم وحركاتهم. يعني نحن وزلنا مع حضراتكم، وأيضا نذكر لكم هذا الخبر حيث أكدت مصادر مصرية مسؤولة للقاهرة الإخبارية أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أبنائها المتواجدين في السودان، مفيدة بأن هناك متابعة لحظية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل خلية الأزمة المعنية بإجلاء المصريين من السودان. كما أضافت المصادر أن التنسيق مستمر مع الجانب السوداني لتوفير ممرات آمنة، وأن القاهرة تساعد الدول الصديقة في إجلاء رعاياها. كما أفادت المصادر المصرية المسؤولة كذلك للقاهرة الإخبارية بأن الرئيس السيسي يوجه بتقديم كافة الدعم لعملية إجلاء المصريين من السودان، وأنه يتلقى تقارير دورية من خلية الأزمة المعنية بعملية إجلاء المصريين من السودان، مشيرة إلى أن خلية الأزمة التي تتابع عملية إجلاء المصريين تتكون من المخابرات العامة ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية وأيضا الهجرة. ما زلنا نتابع مع حضراتكم هذه الصور، هذه اللقطات الحية لوصول المواطنين المصريين إلى قاعدة شرق، المواطنون المصريون القادمون من السودان بعد بداية الأحداث والاشتباكات بالسودان منذ أكثر من أسبوع. إذن إيمان وهمام هما كانا متواجدان الآن في هذه القاعدة، وكانا ينقلان لنا الصورة بشكل مفصل، وكانا يتحدثان عن الخدمات المختلفة التي تقدم للمواطنين العائدين، حتى أن همام ذكر أن حتى الخدمات الطبية والصحية النفسية تقدم ربما على أكمل وجه لهؤلاء المواطنين العائدين من السودان الآن. ونرصد مع حضراتكم وصول المواطنين المصريين، والتنسيق مستمر مع الجانب السوداني لتوفير أيضا ممرات آمنة تساعد الدول الصديقة في إجلاء رعاياها. إذن الصور الحية لا تزال مع حضراتكم لوصول المواطنين المصريين إلى قاعدة شرق الجوية. وصرح أيضا السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأنه استمرارا لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم 25 من أبريل الجاري إجلاء 446 مواطنا بالسودان عبر الإجلاء البري و189 آخرين، بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي، وكذلك أو ذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية. كما أضاف المتحدث باسم الخارجية بأن السفارة المصرية في الخرطوم وكل من قنصليات مصر في الخرطوم وبورت سودان والمكتب القنصلي في وادي حلفة يواصلون جهودهم على مدار الساعة
في عملية إجلاء المواطنين، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن إلى 1539 مواطنا. هذا وجاري العمل على إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من إحدى المطارات القريبة من الخرطوم فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك. ونحن ما زلنا نتابع مع حضراتكم اللقطات الحية لوصول المصريين المواطنين المصريين الذين كانوا متواجدين في السودان والذين عادوا إلى أرض الوطن بسلام كما ترون في هذه الصورة عبر قاعدة شرق الجوية. نعم نتابع مع حضراتكم هذه اللقطات الحية من قاعدة شرق الجوية في القاهرة، ونتابع معكم وصول المواطنين المصريين الذين كانوا متواجدين في السودان، ونتابع معكم أيضا وصول المواطنين إلى أرض الوطن بسلام. وربما يعني كما ذكر إيمان وهمام أو ذكرت إيمان وذكر همام أيضا منذ قليل عن فرحة العائدين إلى أرض الوطن ووصولهم بسلام، وكان هناك عدد من اللقاءات التي أجراها الزملاء مع المواطنين ومع الأسر العائدة، وكان هناك حالة من الطمأنينة وحالة من السعادة كبيرة للغاية يعني مع هذا الاهتمام ببلدهم أو من بلدهم من الدولة المصرية بهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن بسلام. يعني نذكر حضراتكم أيضا أن المصادر المصرية التي أكدت لي القاهرة الإخبارية تقول أن الدولة المصرية حريصة على أبنائها المتواجدين في السودان كل الحرص، وهذا ربما اليوم التالي الذي نتابع فيه مع حضراتكم وصول المواطنين المصريين سواء عبر قاعدة شرق الجوية وأيضا عبر البر من خلال معبر أرقين. يعني ننقل لكم منذ الأمس الصورة بكل تفاصيل لها. يعني نحن ما زلنا مستمرين مع حضراتكم. ربما الزميل همام مجاهد عاد إلي الآن وهو ما زال متواجد في قاعدة شرق. همام هل أنت معي؟ نعم معك آية. ربما دعيني أعرج على ما ذكرتيه الآن من بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، يقول هذا البيان أن قرابة 1500 مصري تم إجلاؤهم وتم من السودان طبعا وتم دخولهم عبر معابر مختلفة إما المعبر البري أو حتى عن طريق الإجلاء الجوي إلى مطار شرق القاهرة العسكري على مدار على الأقل 3 أيام، ما يعني أن قرابة 500 مصري أو 500 لاجئ حتى من السودان أو سوداني أو جنسيات أخرى عبروا الحدود السودانية إلى مصر سواء عن طريق البر أو حتى عن طريق الجو، منهم قرابة 200 وصلوا في هذه الأثناء قبل دقائق قليلة، هم الآن ربما ينهون أوراقهم وجوازات سفرهم في صالة في هذا المطار في صالة كبار الزوار التي تخصصها قاعدة شرق القاهرة الجوية لاستقبال هذه الوفود وكل هذه الجالية من أبناء أو بعض الجالية من أبناء الجالية المصرية المتواجدة في السودان. يخصص لهم قاعة كبار الزوار داخل قاعدة شرق القاهرة الجوية من أجل تسهيل جوازات سفرهم ومن أجل تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بوصولهم إلى أرض الوطن. هذه نحن الآن كما تقولين آية في اليوم الثاني لعملية الرحلات الجوية التي تصل القواعد العسكرية السودانية بقاعدة شرق القاهرة الجوية. بالأمس كان هناك العشرات ربما تجاوز 150 راكب مصري قدموا إلى هنا إلى مطار شرق القاهرة، الآن نحن نتحدث عن 200 راكب مصري بالإضافة إلى أكثر من 1300 مصري عبروا الحدود السودانية المصرية من المعابر البرية. هناك توقعات أيضا بأن يتم استخدام البحر الأحمر والموانئ الموجودة في بورسودان وأيضا الموجودة هنا في مصر حتى يمكن استيعاب الأعداد الكبيرة من المصريين وأبناء الجالية المصرية المتواجدة في السودان في مدن مختلفة. بحسب المصادر أيضا فإن الجالية المصرية المتواجدة في الخرطوم تحديدا في العاصمة السودانية هي التي ربما تشهد صعوبات وتعاني من صعوبات جمة، وبالتالي تحاول السفارة المصرية البعثة المصرية المتواجدة هناك في الخرطوم سواء السفارة أو القنصليتين المصريتين المتواجدتين في السودان وعدد أيضا من أجهزة الدولة المعنية بهذا الأمر تحاول إخراجهم من العاصمة السودانية
السودانية الخرطوم وصولا إلى مدينة بورسودان على البحر الأحمر، أو حتى وصولا إلى مدينة مروي التي باتت آمنة بعد تأمينها والسيطرة عليها من الجيش السوداني، أو حتى وادي حلفة أو إحدى أو قواعد مختلفة عسكرية طبعا سودانية تنقل على سبيل المثال التي تأتي منها الطائرات المصرية، بالإضافة طبعا إلى قاعدة بورسودان أو الجوية العسكرية طبعا السودانية التي تقلع منها أيضا طائرات مصرية. وزارة الخارجية المصرية منذ اليوم الأول ربما أعطت العديد من آليات التواصل مع الجالية المصرية من أجل تسهيل مهمتهم ومن أجل تسهيل حتى التواصل طبعا مع الجالية المصرية وتجميع هذه الجالية وعدد من أفراد هذه الجالية وصولا إلى تجميعهم في حافلات، ومن ثم إما الذهاب على الحدود البرية أو حتى الذهاب إلى القواعد العسكرية من أجل إجلائهم بواسطة الطيران العسكري المصري كما شاهدنا منذ دقائق قليلة. زميلة أمان الحويزي تجري الآن عدد من اللقاءات سوف نذيعها على حضراتكم بعد دقائق قليلة، بس يعني مجمل هذه اللقاءات وكما استمعنا أيضا وتابعناها بالأمس هي شكر موجه إلى السلطات المصرية، إلى اللجنة المعنية بمتابعة أوضاع الجالية المصرية، إلى حتى السفارة المصرية الموجودة هناك، إلى القوات المسلحة المصرية التي عملت ولا زالت تعمل على مدار الساعة لمتابعة أوضاع المصريين الجالية المصرية، وأيضا عدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين ربما يطمحون ويذهبون ويلجؤون إلى البعثات المصرية الموجودة في السودان من أجل عبور الحدود المصرية جوا وبرا وربما بحرا مستقبلا. على كل حال نحن شاهدنا وتابعنا قرابة 200 من رعاية الدولة المصرية من الجالية المصرية المتواجدة في السودان، خرجت من هاتين الطائرتين اللتين هما من خلفي، والآن هم يجرون وينهون إجراءات تخليص الأوراق والجوازات السفر، وفي الخارج ربما هناك المشاعر الإنسانية التي تنتظرهم، هناك الأسر والأهالي الذين ينتظرون خروجهم من البوابة الرئيسية لهذه القاعدة من أجل استقبالهم وترحب بهم. طيب همام، بالأمس وأنت كنت متواجد أيضا هناك بالأمس وذكرت لنا ورصدت لنا العديد من الخدمات التي تقدم وكما ذكرت منذ قليل الخدمات الصحية وما إلى ذلك، ما هو الوضع الآن في اليوم الثاني؟ يبدو مشابهة إلى حد كبير لليوم الأول، بالإضافة هناك ربما تكفيف أيضا لهذه الخدمات الصحية فور نزول الجالية وأعضاء الجالية من الطائرتين، يتم توزيع عليهم كمامات طبية قبل ربما إعادة الكشف عليهم مرة أخرى في مستشفيات مصرية مختلفة، قبل ذلك ربما وقبل إقلاع الطائرات من المطارات السودانية يتم الكشف عليهم من قبل فرق طبية تابعة للقوات المسلحة المصرية من أجل الاطمئنان عليهم، من أجل ربما خلوهم أو الاطمئنان على خلوهم من كافة الأمراض المعدية وما إلى ذلك، وبالتالي يستقلون هذه الطائرات المصرية العسكرية المصرية قدوما إلى هنا إلى بلدهم إلى مصر في هذه القاعدة تحديدا في قاعدة شرق القاهرة الجوية، بالإضافة طبعا إلى الخدمات القنصلية المقدمة من السفارة المصرية الموجودة في الخرطوم والقنصليات المصرية طبعا المتواجدة هناك بدءا من سبل وطرق وآليات التواصل معهم داخل السودان وتجميعهم في حافلات ونقلهم إلى قواعد عسكرية أو نقلهم حتى إلى المعابر المفتوحة بين السودان ومصر، يعني تنظيما لهذه الجالية وتنظيما للرحلات المسيرة بين القاهرة والخرطوم، ليست طبعا الخرطوم العاصمة، أقصد يعني السودان والقواعد العسكرية المتواجدة هناك لا سيما بورسودان وأيضا قاعدة دنقلة المتواجدة في شمال السودان التي ربما تستخدمها الطائرات العسكرية المصرية من أجل إقلاع ومن أجل تجميع الجالية المصرية في طائرات عسكرية والعودة مرة أخرى بهم إلى مصر. كثيرة طبعا هي الخدمات منذ اللحظة الأولى منذ إطلاق أول طلقة في هذه الحرب المستعرة والمحتدمة هناك في السودان، قامت وزارة الخارجية بنشر وتوزيع والإعلان عن عدد كبير من أرقام الهواتف للتواصل وإيصال أو مساعدة الجالية المصرية المتواجدة هناك، بالإضافة إلى ما تقوم به البعثات التابعة لوزارة الخارجية المصرية وأجهزة الدولة المصرية التي تعمل على مدار الساعة من أجل مساعدة الجالية المصرية المتواجدة هناك، سواء في تقديم المساعدة اللوجستية أو حتى النصائح الأمنية وما إلى ذلك من أجل الحفاظ على الجالية المصرية والحفاظ أيضا على سلامتهم وأمنهم، ومن يرغب منهم في العودة إلى القاهرة يتم التواصل أيضا كما قيل لنا منذ الأمس وحتى ربما في هذه اللقاءات التي سوف نذيعها على حضراتكم يتم التواصل مع السفارة المصرية أو القنصلية المصرية أو القنصليات المصرية في السودان، وبالتالي تنظيم هذه الرحلات برا وجوا إلى القاهرة. همام، هذا بالنسبة ربما للمواطنين المصريين، أيضا على سبيل غير المصريين ما هي الإجراءات، ما هي السبل التي تحدث ربما لمحاولات التنسيق المختلفة لكي يعودوا عن طريق الحدود المصرية وما إلى ذلك؟
ربما في البيان الذي ذكرتيه وزارة الخارجية ذكر هذا البيان أن هناك بعض السودانيين من كبار السن من أصحاب الأمراض ربما تستقبلهم الأراضي المصرية. في كان في هذه أو في إحدى هاتين الطائرتين أيضا أحد الأشقاء السودانيين من كبار السن ربما يتجاوز عمره 77 عاما يتم استقباله هنا في مطار شرق القاهرة الجوي، وبالتالي يتم استقباله من المسؤولين هنا سواء من القوات المسلحة أو حتى من أجهزة الدولة ويتم الترحاب به في مصر. هناك طبعا إجراءات قنصلية إجراءات تجريها السفارة من أجل قدوم السودانيين إلى مصر، من بينها مثلا التأشيرات التي منحت لبعض السودانيين والمقدمة من القنصليات وأيضا من السفارة المصرية. هناك طبعا بروتوكولات وهناك إجراءات متعارف عليها في ما يتعلق باستقبال غير المصريين في الأراضي المصرية هي مفعلة في هذه الأثناء، سواء فيما يتعلق بالرحلات الجوية استقبال غير المصريين في الرحلات الجوية وحتى استقبال غير المصريين في المعابر البرية المتواجدة على الحدود المصرية السودانية. لكن على كل الأحوال هي الخدمات المقدمة من القوات المسلحة من أجهزة الدولة تفرق بين مصري وما إلى ذلك وجنسية أخرى، هذه الخدمات مقدمة إلى كل المواطنين المصريين وغير المصريين الذين يفيدون وتقلهم الطائرات العسكرية أو حتى ربما هناك في المعابر البرية إلى داخل الأراضي المصرية، سواء خدمات إنسانية طبية صحية غذائية من قبيل المياه وما إلى ذلك تحديدا في أماكن ومناطق المعابر البرية التي ربما تشتد فيها درجات الحرارة وبالتالي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بالإضافة طبعا إلى المساعدات الطبية التي تفتقدها هذه الأثناء الدولة السودانية. همام، ربما أنت ذكرت منذ قليل أن الزميلة إيمان الحويزي تجري العديد من اللقاءات مع المواطنين المصريين ومع الأسر المصرية العائدة من السودان. نحن بانتظار هذه اللقاءات على أي حال، وأنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل وهذا الوصف الدقيق للصورة وكل هذه المعلومات الوفيرة. شكرا لك همام مجاهد موفد القاهرة الإخبارية، كنت معي من مطار شرق القاهرة، شكرا لك. إذن حرصت الدولة المصرية في جميع المراحل على ضمان تأمين رعاياها في جميع الأزمات التي مرت بالعديد من الدول. الزميلة رغدة أبو ليلى تقدم لنا في هذا العرض جهود الدولة المصرية في هذا الملف. مشاهدينا، فمنذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث الجارية بالسودان تعاملت الدولة المصرية مع الوضع الراهن هناك بأبعاده كافة، لكن ملف تأمين رعاياها كان أولوية قصوى للقاهرة وكل أجهزتها المعنية. فواقع التجارب السابقة والمواقف المشابهة أثبت في كل مناسبة كيف لا تنسى مصر أبنائها بالخارج، خصوصا في مناطق الأزمات وفي ظل وجود تحديات أو مخاطر قد تهدد حياتهم. بالنسبة للقاهرة، فأمن المصريين خط أحمر لا يمكن المساس به. كانت هذه رسالة القيادة السياسية المصرية مع تطور الأوضاع بالسودان. سريعا تشكلت خلية أزمة لإدارة خطة التأمين وإجلاء أعضاء الجالية المصرية بالسودان التي تكللت لاحقا بالإجلاء البري للمئات، مع تأكيد استمرار البعثة الدبلوماسية في متابعة أوضاع المواطنين المصريين استنادا إلى العقيدة وميثاق العمل الراسخين لدى الدبلوماسي المصري التي تفرض عليه أن يكون آخر من يغادر ميدان عمله بعد الاطمئنان على استكمال عملية إجلاء كل من يرغب من أعضاء الجالية في المغادرة. السودان ليس النموذج الوحيد لهذه العقيدة المصرية، فبالأمس القريب كان مشهد عودة 6 مواطنين تم احتجازهم بليبيا فبراير الماضي دليلا على قوة الدولة المصرية وقدرتها على حماية أبنائها مهما بلغت المخاطر. ليبيا بالتحديد كانت شاهدة في أكثر من مناسبة على تحركات مصر نحو تفعيل وصياغة مفهوم الأمن الإنساني من خلال تأمين مواطنيها بالخارج، لعل عام 2015 خير دليل على ذلك، حين تم تسيير جسر جوي بين مصر وتونس لإجلاء الرعايا المصريين من ليبيا عبر عشرات الرحلات الجوية بالتزامن مع تدهور الأوضاع الأمنية هناك. السبب ذاته كان الدافع في العام نفسه وراء تشكيل لجنة الأزمات الوطنية لمتابعة أوضاع المصريين في اليمن، حتى أمكن تأمين خروج مجموعات من المصريين من هناك باتجاه دول الجوار وعن طريق البحر، تمهيدا لإعادتهم إلى أرض الوطن لاحقا. القاهرة كابول كان عنوان ملحمة أخرى نجحت خلالها مصر في أغسطس عام 2021 في إعادة أفراد جاليتها المتواجدة بأفغانستان، وذلك عقب أحداث سيطرة طالبان على الحكم،
حيث تم نقل المصريين من مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية في أعقاب توجيهات من الرئيس المصري بإرسال طائرة عسكرية لنقل المصريين المقيمين بأفغانستان إلى أرض الوطن، تفاديا تعرضهم لأي أذى في ظل الظروف الصعبة التي كانت تعيشها أفغانستان آنذاك. ومع اندلاع العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا في فبراير من عام 2022، كانت مصر من أوائل الدول التي شكلت غرفة عمليات لمتابعة موقف الجالية المصرية بأوكرانيا في ظل المستجدات والمتغيرات المتلاحقة، بدءا من تأكيد ضرورة تأمين حياتهم مرورا بالتنسيق من دول مجاورة لاستقبالهم وصولا إلى تسيير رحلات مباشرة أسبوعيا إلى القاهرة على متنها مئات المصريين الراغبين في العودة إلى وطنهم. ولأن مصر لا تتخلى عن أبنائها مهما كانت الظروف، برزت قوة الدولة جليا مع انتشار وباء كوفيد-19 حين قامت الدولة المصرية بالعمل على حماية مواطنيها وتأمين سلامتهم من خلال إعادة المصريين من ووهان الصينية، كما أطلقت خطا ساخنا للتواصل مع المصريين بالخارج قبل أن يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية، وسيرت وزارة الطيران المدني رحلات استثنائية تضمنت نحو 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج. هي عقيدة مصرية راسخة إذن تؤمن بأن قوة الدولة من قوة أبنائها والقدرة على حماية مواطنيها في أي مكان وتحت أي ظروف. مشاهدينا، كان هذا عرضا حول جهود الدولة المصرية حول ضمان تأمين رعاياها في جميع الأزمات. وبهذا العرض نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الساعة مع حضراتكم. كنت معكم على مدار هذه الساعة أنا آية لطفي، أشكر حضراتكم على طيب المتابعة، ولكن التغطية دائما مستمرة من القاهرة الإخبارية، وبعد قليل معكم الزميل كمال ماضي. شكرا وإلى اللقاء.